اليوم اخواتي غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي هي وصفه معجزه، اقوى علاج طبيعي للكحه اللي يعني كيقضي على السعال الحاد، تقضي على الكحه مهما كانت شديده، يعني مهما كانت قويه النتيجه من اول استعمال. هذه الوصفه وصفه طبيعيه كتقضي على النزلات ديال البرد، الزكام، كذلك كتقضي على الالتهاب ديال القصبات الهوائيه، على الالتهاب ديال البلعوم، يعني داك الحرق اللي كيكون عندنا في الحلق. كذلك هذه الوصفه كتقوي المناعه، يعني كتقوي الجهاز ديال المناعي، وكتاتاكي لينا النزلات ديال البرد، يعني الزكام، الانفلونزا اللي كنتصابوا بها في هذا الفصل هذا ديال البرد وديال الشتاء. هاد الوصفة مفيدة للكبار وكذلك مفيدة للوليدات الصغار، حتى هما يعني تستعملوا ليهم هاد الوصفة هذه. هاد الوصفة كونوا متأكدين إذا كانت عندكم في الدار فما غاديش يدخل الدواء للدار في هذا الفصل هذا ديال الشتاء وديال البرد. فبزاف يعني حنا يعني معظم الناس واغلب الناس كيتصابوا بالنزلات ديال البرد، يعني الزكام، يعني الرواح كيضربنا البرد، يعني الستر ديالنا كيجينا داك لا غريب، كيجينا الكحه، كذلك يعني كيعود ضيق التنفس في الصدر. فهاد الوصفه هذه وصفه طبيعيه من الوصفات المعجزه اللي يعني كتقوي لنا الجهاز المناعي وكتخلي المناعه ديالنا قويه، واخا كنتصابوا بالزكام او لا بالانفلونزا، يعني النزلات ديال البرد ما يعني ما كتسدي منا والو. هاد الوصفه بغيتكم كاملين تجربوها، وصفه صراحه هي وصفه قديمه، يعني منذ القدم كنستعملوها، ولكن هذه الطريقه ديالي يعني اللي غادي نعطيكم اليوم طريقه لاول مره غادي تشوفوها، وجربوها وردوا عليا الخبر. اللي يعني مصاب او لا اللي مصاب بالرواح او لا بالكحه، يعني كيكح بزاف، عنده الصدر ديالو عامر، يعني فيه التعفنات، او لا حاسين بالصدر ديالو كي كنقولوا حنايا بحال مخنوق، هاد الوصفة مزيانة بزاف. حتى الناس اللي عندهم الكحة ناشفة، عندهم تعفنات في الصدر ديالهم، هاد الوصفة غديروها بحال رحمة سيد ربي، زوينة بزاف. غادي ندوزو دابا نعطيكم المكونات ديال الوصفة والطريقة ديال التحضير، وتبعوا معايا. مكونات ساهلين وبساطين، تقريبا عندنا هنايا ثلاث مكونات، يعني ساهلين ومتوفرين في كل بيت. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى احبابي انكم هذا الفيديو هذا ما تخليوش عندكم، خصوصا واننا في هذا الفصل هذا بزاف من الناس محتاجين لهذه الوصفه ومحتاجين ليها بزاف، خصوصا وان يعني الناس كيتصابوا بالانفلونزا، كيتصابوا بالنزلات ديال البرد، بالرواح، بالكحه، يعني احنا كاملين يعني تيضربنا البرد في هذا الوقت هذا. فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا يعني باللايكات ديالكم، وكذلك بارطاجيو هذا الفيديو باش هكا ديو نتوما الاجر ديو يعني تديو الاجر من عند الله، تشاركوا هذه الوصفه ويستافدوا منها الناس. بالنسبه للمكونات عندنا الشريحه او التين المجفف كيف ما كتشوفوا معايا. فاول حاجه كناخذ الشريحه كنغسلها، انا هنا استعملت عندي نص كيلو، حيدت منه داك الشويه اللي وريتكم، غير على حساب يعني القرعه اللي عندي ديال الزاج غادي تهز ليا تقريبا هذا القياس، داكشي علاش نقصت داك الشويه. المهم نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو. بالنسبه للتين كيف ما كتعرفوا انه فيه فوائد عظيمه سبحان الله، فيه فوائد اللي هي كتشفي لينا الامراض، تقوي لينا المناعه ديالنا، كتفيد لينا الصحه ديالنا، ومفيده لبزاف ديال الامراض. والتين مذكور في القران الكريم فهو شفاء لبزاف ديال الامراض ومزيان للذات ديالنا. اول حاجه كناخذ انا الشريحه او التين، بعد كنغسلو جوج ديال المرات، يعني المره الاولى كيف ما شفتوا معايا وعاودت حيدت ليه داك الماء وغسلته المره الثانيه، فكيتحيد منه داك الغبار، يعني داك الغبره، التراب، الحشرات، يعني اي حاجه كتحيد منه ضروري كتغسلو جوج ديال المرات بحال هكا. مهم تتاكدوا انه ما بقى فيه والو ديك الغبره وداك الشيء، من بعد نمسحوه هكا فشي فويطه غير باش ما تبقى فيه حتى شي حاجه، ما تكون فيه حتى شي حشره يعني من الفوق ولا شي حاجه. ومن بعد غندوزو باش نحضروا الوصفه وغنقول لكم عاوتاني كيفاش يعني تحضروا به الوصفه ديالكم. فهنايا غادي من بعد ما نشفتو مزيان وحيدت منه كل شيء، هنا ضروري عاد ملي تبداو تحضروا الوصفه ديالكم، فاول حاجه
تنقطعوا يعني الشريحة غير من الجنب ديالها، كنفتحوها غير من الجنب ديالها هكا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنقلبوها من داخل اللي يكون فيها الدود ولا شي حشرة ولا شي حاجة، عاد باش نديرو هاد الوصفة كيف ما هتشوفوا معايا. فهنا انا غنوريكم الطريقة، ومن بعد غادي نكمل حتى نكمل هالكمية ونرجع معاكم. دابا غنوريكم الطريقة. كتاخدوا الشريحة كتفتحوها، وكيف ما قلت لكم كتقلبوها مزيان، كتاخدوا الثومة، الثومة من احسن تكون الثومة الحمراء، كتاخدوا فص كتقسموه على زوج كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، وكتاخدوا الحبة السوداء واحد شوية ديال الحبة السوداء، وكتوضعوها فوق الشريحة يعني، وكتسدوا ديك الشريحة باش هكا كتولي لكم الداخل فيها يعني الثومة والحبة السوداء. غنعاود معاكم وحيدة اخرى، بالنسبة للثومة خاصها تكون حمراء، وبالنسبة للشريحة من احسن تكون شريحة بلدية يعني ديال البلاد، تكون هاد الشريحة اللي كتكون صغيرة هي اللي كتكون مزيانة يعني طبيعية وهذا، وتكون مزيانة ما تكونش يعني جاية من برا، وديك الشريحة اللي كتكون كبيرة يعني من احسن تكون هادي يعني غير هادي كوجهة نظري. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا كنوريكم، كتاخدوا ديك الفص ديال التومة كتقشروه كتقسموه على زوج، كديروه في ديك الحبة ديال الشريحة، وكديروا معاه ديك الحبة السوداء او السانوش. انا هادو من بعد ما كملت حيدت هذوك الحبات اللي لقيتهم خاسرين. هنا غناخدو واحد الكسكاس كيف ما كتشوفوا معايا، وكنوضعوا الشريحة ديالنا بهاد الطريقة. فانا هنا درت لكم لقطة بلقطة هكا باش اللي ما تيفهموش اللهجة ديالي يفهموا من خلال يعني المشاهدة ديالهم الفيديو. كنحطوا الشريحه هكا في الكسكاس كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه كيف ما قلت لكم، ملي غادي تكون عندكم في الدار راه غادي تستغناو على الدواء، يعني ما توصلوش انكم تشريو الدواء نهائيا لا ليكم ولا لوليداتكم. هنا كناخذوا الطنجره ديال الضغط، وكناخذوا الحلبه، الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا، فالحلبه فيها الدواء، فيها بزاف ديال المنافع بالنسبه للصحه ديالنا. راكم عارفين الفوائد ديال الحلبه يعني غنيه عن التعريف، شكون اللي ما كيعرفش الفوائد ديال الحلبه. هنا تناخذوا داك الحلبه، كناخذوا الماء بعدا وكنديروا فيه الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا، قياس هكا واحد شويه د الماء، لان الشريحه راه دغيا كتبخر يعني ما كتاخذش وقت كتير. هنا كناخذوا الكسكاس كنوضعوه في وسط الطنجره هكا، المهم اللي عند الكسكاس كديرو فوق الكوكوط الفوق يعني فوق الطنجره ماشي مشكل. هنا انا سديت عليها وصافي كيف ما كتشوفوا هي طابت ليا على البخار ديال ديك الحلبه. انا حليت الطنجره غير باش نوريكم ان هي وجدات. دابا انا غنوريكم داك الفص ديال الثومه، ها انتوما راه صافي ولا بحال الزبده، والشريحه كتولي رطبه. هنا كناخذ واحد القرعه ديال الزاج اللي كتكون مغسوله من طبيعه الحال مزيان، وتكون نقيه منشفه مزيان ومغسوله مزيان، وكنديروا فيها الشريحه ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنستفوها كامله، من بعد ما كنستفوا الشريحه كناخذوا زيت الزيتون او زيت العود كيف ما كنقولوا، او زيت الزيتون، وغادي نعمروا هاد القرعه مزيان حتى كنغطيو الشريحه. هاد الدواء راه دواء معجزه، نزلت البرد الرواح لكل شيء يعني الكحه، يعني تمرضي يعني ضربك البرد تاخدي هاد الشريحه حبه منها وحيده يعني قبل الفطور، اولا تاخدي وحيده قبل النوم، راه فيها الدواء وفيها العلاج كأن حتى شي حاجه ما كانت فيك. سبحان الله يعني فيها الدواء فيها العلاج، يعني شي حاجه انا اللي صراحه ما كتخطانيش. اليوم قلت غادي نحضرها وغادي نشاركها معكم، لان بزاف 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 اللي محتاجين لهذه الوصفه هذه، وحتى نتوما راه محتاجينها يعني ما تعكزوش على راسكم. خذوا الشريحه وحضروا الوصفه، راه ساهله، راه ما تاخذش منكم حتى نص ساعه يعني في التحضير ديالها، وها نتوما وجدتوا واحد الوصفه اللي تقوي لكم المناعه ديالكم وتقوي لكم الذات ديالكم نتوما وليداتكم عائلتكم اللي تكون عندكم في الدار اللي ضربوا البرد يستعمل هذه الوصفه هذه. صافي هذه الوصفه المهم كتسدوا عليها وكديروها يعني في شي بلاكار هكا عندكم في الكوزينه. بالنسبه لكيفاش كتستعملوا هاد الوصفه هذه، ف ملي كيضربك البرد يعني كتحسي بحلقك يعني تيحرقك يعني في البديه، ما تخليش البرد حتى يعشش فيك وكيشد فيك بزاف، غير ملي كتحسي بحلقك بحال شويه كيحرقك
اولا كتشوفيني في الكيسين، كتحسي بداك الحالات يعني كما نقولوا حنايا كيجيوك واحد العلامات ديال الزكام اولا ديال نزلات البرد. كتاخدي وحيده يعني حبه من هاد الشريحه معاها شويه ديال الزيت، وكتناوليها قبل الفطور بنص ساعه، وحيده قبل النوم قبل من النوم يعني مباشره تبغي تنعسي تاخدي وحيده وتشربي شويه ديال الزيت، راه بحال يعني ما كان فيك والو، بحال رحمه سيدي ربي ما بقيت تحتاجي لا الدواء لا حتى شي حاجه. هذا الفيديو هذا بغيتكم ما توقفوش البنات عندكم، بغيتكم تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع اي وحده كتعرفيها، صيفطي ليها هذا الفيديو هكا باش نتوما ديو الاجر، ولان وصفه محتاجين ليها بزاف ديال الناس. ونتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا، خليوها ليا في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وفي امان الله، مع السلامه.